لحمه، انت قلت لي في صناعيه هنا كتير كبار عندكم مربيينك. نخله. مين منهم مثلا؟ نخله. عم نخله عشان ده طويل قوي. اطول واحد. ومين اللي صوته حياني؟ ده عم شتا. عم شتا؟ طب ينفع نشوف عم نخله الاول وبعدين نبقى نشوف عم شتا؟ ينفع. ماشي. عم نخله. أموري. انت مشرفنا يا عم نخله. انت منوره محل الجحش ومنوره السيده زينب، واحنا بنرحب بيك من خلال محل الجحش. ترحب بيا بالبرنامج من خلال محل الجحش. انا بنرحب بيك جدا. انت منوره. بعدين انت اطول راجل في السيده زينب، وده فخر ليا. بتحب انك طويل يا عم نخله؟ انا بحب الجحش جدا. بحب الجحش جدا، لان الجحش ده تاريخ، واللي ما دخلش عند الجحش هنا في مصر هنا يعتبر انه ما عاش في مصر. انت شايف انه مهم في حياه السيده؟ مهم في مصر بحالها. ليه بتحبه كده؟ لان كان عم حنفي الله يرحمه كان راجل شغال بالفطره. ما كانش مثقف ولا كان بيصطنع الكلام، كان دايما شغال بالفطره. وكان دايما يحب الناس، الزبون، يحب الزباين، حتى يقعد لو يتكلم معاهم، يحب الزبون زي يعني حتى لو الزبون مش هيدفع فلوس يجيب له اغلى بضاعه واحسن اكل وما يهموش. كان يقول لي كلمه لحد دلوقتي هي في دماغي، يقول الزبون عندي اغلى من ابني. اقول له ازاي اغلى من ابنك؟ يقول لي الزبون ده هو ثمرة حياتي، هو ده راس مالي. لما سموك نخلة؟ ده عم حنفي اللي مسميني. عم حنفي اللي مسميك نخلة؟ سنة 1984. سنة 84 سمات نخلة. هو ساعة ما جيت هنا كان عندي 13 سنة. وليه لابس طربوش يطولك أكتر ما أنت طويل؟ لأن أنا في 2023 حسيت إن فعلاً أحسن زمن وأحسن ثقافة هي ثقافة الطرابيش. كان ثقافة الطرابيش دي احترام. كان حتى لما حد يخش مثلا على باشا ولا بتاع اول ما يعمله يلاقوا الطربوش تحت. مظبوط مظبوط. انت ايه رايك في الموضوع ده؟ انا كلمت احمد في الموضوع. أموري. في اسم الجحش وان هو استمر وان ما حدش قال له ما نغير بقى الاسم ده. يا فندم هنقول لسيادتك تاريخ الجحش ده. الجحش ده حنفي محمد حنفي وشروط الجحش انشئ سنه، يعني اسس الجحش عم حنفي سنه 1960 في ميدان السيده زينب. في الميدان. بعربيه فول خشب. هو وزوجته واولاده. اولاده البنات. قبل فرج وقبل ساعة كان ده لسه ما اتولدش، كان ولا انا كنت جيت، بس هو الراجل حكى لي التاريخ. دي اول مرحله لمرحله الجحش. هو انتوا منين اصلا يا احمد؟ يعني جيتوا منين؟ الجحش ذات نفسه من المحل. بس طول عمرنا عايشين في السيده زينب. فهو جاب عربيه الفول دي هو وزوجته واولاده البنات واشتغلوا في الميدان باسم الجحش. حنفي محمد حنفي شروطه الجحش. الجحش انا عارف بقى كان هنا في السيده زينب كان حته اسمها جنينه نميش، كان ساكن فيها الادباء بقى يوسف السباعي، صلاح الفقار، يخشوا يفطروا عند الجحش. الله كل الناس ويجيبوا اصحابهم الممثلين من هنا ومن هنا ومن هنا. انشأت فكره الجحش لدى المثقفين، بقى يجوا ياكلوا عند الجحش. في سنه 70 جه هنا بالعربيه الخشب، دي ثاني مرحله للجحش. في سنه 1980 دخل الشارع القديم من جوه. دي ثلاث مرحله عاش الجحش، الجحش عاش ثلاث مراحل. رابع مرحله المحل اللي على الشارع ده اسمها مرحله اولاد الجحش، الاولاد كلك. ده انت مؤرخ لتاريخ الجحش يا عم نخله. المرحله اللي احنا فيها دي المرحله اللي احنا انا عشت مع الجحش مع حنفي الجحش المرحله الثالثه والرابعه والخامسه. والمرحله الخامسه اللي احنا فيها دي اسمها مرحله احفاد الجحش. احفاد الجحش. وانا جيت هنا لقيت فكر تاني. انا يعني ايه عجبك النظام؟ عجبك النظام بتاع مصر. ولاقي ناس زباين معلمه عيالها كويس، ابنه دكتور. خدت عهد على نفسي انا هتني في الفكر ده. لذا الحمد لله ربنا اكرمني في عيالي. انا معايا الدكتوره ايه، دكتور التحاليل شغاله في مستشفى القوات المسلحه في ايه في شبين الكون في المنوفيه، ومعايا محمد ابني في الحرس الجمهوري هنا في ايه، ومعايا ابراهيم في ثالث ثانوي عام السنه دي. انا ما عنديش فلوس بس عندي راس مال عيالي. يعني خدت الفكره من عم حنفي، راس مالي زبايني، انا راس مالي عيالي، لان ده الافيد. غير انت راجل سينمائي شكل شفيق نور الدين الله يرحمه. انا بحب الفنانين الجمال جدا لان مين طول. من المشاهير في كلكم هنا يا كل الفنانين؟ كل الفنانين. تفتكر مين يعني الفنانين؟ وفوفا عارفه الجحش لحد دلوقتي هو تطلع في اي برنامج تقول لك الجحش. والفنانه فيفي عبده. والفنانه فوفا دي حاجه جميله. وفريد شاو وجورج سيتهم وشلبي. احمد عايزك تعرفني كمان على صنايعي تاني بس يكون متكلم وجميل كده زي عمك نخله.